خاتم لما سبق ناصر حق بالحق ينادي وعلى أن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أسيدي، ساعة مبروكة هذه ذكرى وفاة الحاج زفضيلة برادة. إن شاء الله اليوم إن شاء الله نأخذ في سيرتها والبركة إن شاء الله هذه الليلة هذه. يلا سيدي بسم الله كشي الدق والسكات كل ساعة. بسم الله سيدي بسم الله. بسم الله سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ويقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعوج به إن علينا جمعه وقرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة كلا الله الله وقيل من راق وظن أنه
رسولا ألم يكن طرفة من مني ثم كان ولقا ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله 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 الله. وإذا جاء وهو خير الفاصلين
قضي الأمر بيني وبينكم. الله 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 الله. والله أعلم بالظالمين.
ما لي على حملها
خيرك زهيد جودك موجود فضلك واسع الله الله حبيبنا محمد عليه السلام فيا
ربي سامح لنا قل لنا نبينا المنى رضا القضاء وبالوالدين تكون رحما وما الغد منه وما القضاء اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام شموال بلدي زمان الله يحفظك يا جماعة
بعجائبها حجج الله.
بفضل الله نفرح وتتحقق البشرى لي يا قلب انسى وصفاه اما الدنيا سري واقلع بالشير وبلاش اشرب ما يستغني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلي وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك نبي تحل به العقد وتنفرش به الكرب الله وتقضى به الحوائج المشيشية عنده عندك وتنال به الرفاق صلاة المشيشية عنده لا وحسن الخواتم ويستسقى الحمام الله الله الله
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على هذا. وتنزلت علوم سيدنا آدم فأعجز الخلائق ونبو تضاغلت الحبوب فلم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله بورقاه إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف. نعم نعم أحسنت. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أمره. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسب يا ربي أمين وحققني بحسب. الله الله وعرفني إياه معرفة أسلم بها لموارد الجن وأتبع بها من موارد الفضل. واحملني على سبيله إلى حضرتي. الله حمل المحفوف بنصرتك. الله واضرب بي على الباطل فأدمغه. الله وتجبي في وانشني من حال التوحيد يا ربي يا ربي واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بنار. واجعل الحجاب أعظم حياة روحي وروحه سر حقيقة وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمعني ذا اسمعني ذائي بما سمعت به نداء عبدك سيدنا زكريا عليه السلام وانصري بكلام وأيدني بكلام واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيري. الله الله الله
لنا من أمرنا رشدا ربنا على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه على الشفع والوتر وعلى كلمات ربنا التامات المباركات البشير المولى علي لا إله إلا الله 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 الله
فصل الله وسلم
وبارئ لي وعلى آلي الذي لدخلوا الرجس وطارسوا تطهيرا وابنحتهم في ذلك عند كل حد محدود صلاة وسلاما صلاة وسلاما صلاة وسلاما يدوم كل أمر عسير إن كنت عبدا ضعيف القوة ربي على كل شيء قدير وانا شغيبي مملوك أشياء مقضية ما في تحقيق شكور ما ضر فيا وانا نظري متروك في الارحم والحشا من نطفة صورني والمداد المداد يا رسول الله وصينا بالمداد يا حبيب الله انا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يقول لمن شاء كن فيكون ويضرب سبحانه ويعين ويفعل فيه يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمة الأرحام صورني مع مطفى ولداني بالأنعام العمام وأخلقني ما وعام والعاية المختلفة وازدت من غير حماس هو يبجي بوم ذات الوعيلة العلمية ندعو من عند القبول العلمية ندعو من عند القبول والحاجة ما تكون فيها تعطينا والحاجة ما تكون فيها تعطينا والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجنينة الله تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة يا الواجب الصرخة عمدي اقتل عمدي اقتل
الحال شال مولانا عن شبه المتال علي صالح الأفضال كفت القطاب والجراس والبدنين أصلى والسلام على أصلى والسلام على إمام الأرسال إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي وراس مالي يا من هو على الخلايق من جلي يا من هو على الخلايق من جلي حاضر نظر نخفتك لي حلا حاضر نظر نخفتك لي حلا لا تنظر يا كريم القبايح فعلي لا تنظر يا كريم القبايح فعلي ونظر من ضيقتي ومن ضعف الحلا ونظر من ضيقتي ومن ضعف الحلا فجاتك طعتي ولا ضرك جلي فجاتك طعتي ولا ضرك جلي لأنك غفار متحفي بضلالة اصلح ديني فدنيتي وقبل سؤلي اصلح ديني فدنيتي وقبل سؤلي واكتب اسمي بعزمة ملفوظة لم ناخذ من ماخذة وجال البودلة ناخذ من ماخذة وجال البودلة ناخذ من ماخذة وجال البودلة ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل نرجاك يا الجليل قدش في مدات العبد قول علا لبدا ضعيفة والحمل جاير تقيل الحمل جاير تقيل والخلايق ما تعذر حال انت بلا إلى شكل عبد على سيده يزيد يقبال سيده يزيد يقبال حارو ويديرو في مرات بلمعالي عندك ما تشد بقفال ما تشد بقفال خازنك مفتوحة للساعي الحليل أصلى والسلام على أصلى والسلام على إمام الأرسال على إمام الأرسال سيدنا محمد كرسي وراس مليل أصلى والسلام أصلى والسلام على إمام الأرسال على إمام الأرسال الله الله وأمة قاتل هذا المولد ورسل الكرام الله بظهور طلعتي هذا النبي الكريم الله الرسول المبجل الفخيم المخصوص بالآيات البينات والخلق العظيم المنصوب بالكمالات الباهرات والفضل العميم المرسل عليه بالكتاب والذكر الحكيم الله قال تعالى وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شرفه الله تعالى على جميع المخلوقين ونبأه وآدم بين الماء والطين وجعل مقامه وحزه منيعا وحسنه بديعا ومولده صلى الله عليه وسلم للمؤمنين
الى ربيعا وتوله بتاج عز وفقر ونور به جميع الخطر وصفاء من سائر اقدار وقلع عليه خلع المهابه والوقار وختم به النبي واتمم به المرسلين وبواه مقابا جليلا واعطاه عطاء جزيلا وافتتح به الاكوان وجعله سببا عند عمنا الله ولولاه صلى الله عليه وسلم ما كان موجود ولا خلق بشر ولا مولود كما صحت بذلك الاحاديث والاخبار واشتهر على ألسنة المادحين اي الشفاء محمد يا شهر والسيوطي والحافظ ابن حجر
الشجر الله الله يرحمهم جميعا ودفن بالمدينة منورة العظيمة الاختار الله بدار 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 من دون عذيب النجار ولما توفي قالت الملائكة إلى أنجنا وسيدنا وعالم سرنا ونجوانا بقي نبيك يتيما لا بلا فقيرا لا مال فقال الله عز وجل يا ملائكتي أنا الله أنا أنا رازقه وكافيه فصلوا على رسول الله فصلوا على رسول الله تقربا وتكريما وتبركوا باسمه تعظيما فلي قلبه لآبية الفضل الذي شرفت به حواء الله بل لحواء انها حملت احمد وانها به نفساء لو بنالت بوضع ابنة وهب من فخار ما بأفضل مما حملت قبر مريم العذراء يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك محمد صلى الله رب السماء Let's
القدر عندي ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وانتهاء حيث جبريل في السماوات مشت الله يعلن البشرى الحمد لله.
العين تدمع الله القلب يخشى الله الأذن تسمع لذكر الله أيها الأذن تسمع لذكر الله الحمد لله والشكر لله وارضى بقضاء الله أنك له راجع هذا في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبير الثاني أوصك بتقوى الله في سرك والإعلام لا تنظر إلا الله حاضر في كل مكان إلي نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الأرشاش إن كنت تطاوع لي اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله عليك يا سيدنا يا رسول الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أكمل من سعى وطاف وتعبد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أفضل من صلى وصام وتهجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نعمة الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا قبلة كل نجوم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أمان الخائفين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا إمام المتقين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الله عليك وعلى آلك وسلم سلام عليك يا أكرم الخلق عند الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سلام عليك من جميع ما خلق الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سلام عليك بكل سلام أوجده الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم هذه ساعة من ساعة الله صلوا فيها على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بالقرآن. فالليلة المباركة ليلة الاعتراف بالجميل، ليلة الريكونيسانس. احنا الليلة هذه نعترف فيها بالجميل الحاج دريس التدلاوي الله يرحمه، رجل من أطر ديال التعليم في الوطن الحبيب واللي افتقدناه، واللي احنا الليلة في البيت ديال الابنة ديالو للا المياء نحيي ذكراه وندعو له. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد رجل عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرضي 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 وباباه يماه ماتوا. قال له يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ هذا والد كان برب والديه ومرضي الوالدين، ومن مات باباه يماه جات يسول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له واش مازال عندي من برهم به؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم، وعطاها خمسة الأمور احنا درناها كل هذه الليلة. أمر الأول قال له الصلاة عليهما، والصلاة هي الدعاء، وربي سبحانه وتعالى تخفيفا عنا جعل أبسط وأسهل وأيسر دعاء الوالدين، وقل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرة، لسان قروة لكادر العربية اللي كينسى، وقل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرة. قال له ثم الاستغفار لهما، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وتقول سيادنا أن ملي كتقول هذا الدعاء لوالديك تيدخلوا عليهم الملائكة في البرزخ بالطيس من النور، تيسولهم دابا لنا فضيلة وسيد ريس التلاوي، تيقولوا هذا النور اللي داخل علينا منين جاي؟ فتقول لهم الملائكة باستغفار ابنكما لكما.
هاد الليلة هي ليلة الاعتراف بالجميل لا ريكونيسونس، حيت بزاف الناس يقولوا حنا ما عندناش الذكرى ما عندناش. حنا شوف حنا هاد الكلام هذا بعاد عليه، حنا المغاربة نحب الله ورسوله، حنا هكذا كنعبروا المحبة ديالنا على الموتى ديالنا. هاد الليلة كلها جات على حين غراه، كنا غادي انا ولطفي ولد عمي حتى قلت له اجي نحتفلوا البارح الذكرى ديال ماماك الله يرحمها، ما كاينش شي واحد فينا اللي ما رباتوش، ما كاينش شي واحد اللي ما طيباتلوش، ما كاينش شي واحد اللي وقفات معاه، ما كاينش شي واحد اللي ما كلاش بارها. انا بابا ويما كانوا مسافرين وكانت تعتبرني بحال ولدها، رباتني عندها في الدار، شريت كليت ما ماكلتها، قلت له هذه الليله هي ليله الاعتراف بالجميل والحمد لله. هذا هو السر الرباني، هذا الشيء كله تصوب في 5 دقائق. عيطنا في التليفون جاب الله التيسير، جاب المؤمنين هاد رجال الله هاد الصالحين اهل القران، وتنحيوا هاد الليله ومجموعين الحمد لله الارحام ديالنا بواحد اليسر بواحد لافاسيتي انكرويابل. لان هاد المراه وهاد الناس هادو اللي كنحتفلوا بهم واللي كنذكروهم هاد الليله كانوا ناس ربانيين، عطاو الكثير لنا والاسر ديالنا. ثم قالوا ماذا يا رسول الله؟ قالوا ثم صله الارحام التي لا توصل الا بهما. يعني دابا كي قلت قبيله لولد عمي قلت له دابا هاد الليله الحاجه فضيله وسيدي ادريس فرحانين في القبر ديالهم، تقول الحمد لله وليداتي متصالحين والارحام ديالهم متصالحين مجمعين ومشمول وجمعهم مشمول الحمد لله، ومرات عمي كتقول الله وليداتي الحمد لله مجموعين وعرايصاتي مجموعين وتيتراحموا عليا وتيدعوا معايا. ثم قال له شنو يا سيد رسول الله الحاجه اخرى؟ قال له الوفاء بعهودهما. يعني الا كان عنده شي وعد ولا كان موعد شي تيم يربيه ولا يدير له ولا يتهلا فيه ولا عنده شي وقف، خصنا لابد نوفوا به. والخمسه هي اكرام صديقهما، اكرام صديقهما. سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على لي زامي ديال لي بارون ديالنا وصحابهم ولي زامي ديالهم نفتشوا فيهم ونسولوا فيهم، لان من شيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا كنحتفلوا بذكرى مولده نعرفوا كيفاش كان هو. شوف لا ريكونيسونس، شوف كيفاش كان عنده الاعتراف بالجميل. سيد النبي صلى الله عليه وسلم نهار سمع الصوت ديال هاله اللي هي خت خديجه بنت خويلد، سمع الصوت ديالها تيشبه الصوت ديال مراته لالا خديجه. شوفوا الاعتراف بالجميل اللي كتقول لي واش حنا عندنا الذكرى. قال لهم الا هاله فرح الله الله، سمع الصوت ديال خت مراته الله يرحمها لالا خديجه وسمح في كل شيء ومشى تيستقبلها ويفرش لها ويهضر معاها ويكرمها. هي هذه صلات، هي هذه اكرام صديقهما. بل ومن شيمه صلى الله عليه وسلم ومن اخلاقه ومن الاعتراف بالجميل لا ريكونيسونس اللي دابا حنا مالوغوزمون لا ترونسفورمي، اش غتقولوا بدعه؟ فينا بدعه؟ يجي بدعه هو اعتراف بالجميل وناكل الجميل. ما حنا ما نديرو به، حنا المسلمين الدين ديالنا دين الاعتراف بالجميل لا ريكونيسونس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم نهار دخل مكة فاتحا منتصرا مع 10,000 الجنود مدججين فيكتوريو، فين مشى داك الخيمة ديالو؟ خصنا نعرفوا فين مشى داك الخيمة ديالو. مشى داك الخيمة ديالو فوق القبر لالا خديجة بنت خويلد، وداك السهم ديال لا فيكتوار فوق القبر خديجة بنت خويلد باش يقول لهم أنا معمري ما ننسى هاد المرأة التي واستني بمالها وواستني بطيبوبتها وواستني بأخلاقها، ما نساهاش من بعد 23 عام فاش دخل فاتح لمكة 23 عام ابخي ما نساش مراته. هادو هما الأخلاق اللي خصنا نتعلمو من سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما مدحه الله بمعجزة، ما قال فيه بأنه يبرئ الأكمه ولا براس بحال سيدنا عيسى، ما قال فيه فاضرب بعصاك البحر. مني قالوا شكون هو هذا؟ قريش، قريش كانت أمة ديال المال بحالنا دابا ماتيرياليست، كانوا لي فالور ديالهم هما الفلوس، حيت كانوا تيديروا لامبور اكسبور بيع عشرايا لإلاف قريش إلاف حتى الشتاء والصيف. دونك ملي تبعت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مالي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق، علاش ما عندوش حتى شي ميراكل؟ ما عندو لولا أنزل إليه ملك فيكون معنا ديك، علاش ما عندوش لي كارت قرع؟ ما عندوش الزمنية أو يلقى إليه كنز أو تكون جنة يأكل منها؟ هادشي كله ما كانش عند بينهم الفلوس، ما عنده والو. وسيدي ربي سبحانه وتعالى تيفهمهم وتيفهمنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم تيتميز على هادشي كامل، تميز بقوله ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق هي باش تميز سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هي باش تنذكروهم بعد 14 قرن، هي باش حنا كنتأساو به، باش كتجمعوا الأرحام ديالنا.
هادو هما باش تعرفوا المغاربة كنحبوا بعضياتنا ما كنحافيوش بعضياتنا فهاد المناسبات تنسالوا الرحيم وكنجمعوا الشمل وكنسيبوا علينا الهموم ونسيبوا علينا لي كوغيل ونسيبوا علينا الصيف الخاوي بهذا عرف المغاربة وحنا الحمد لله في هاد المواسم تنبغي نسميو عياد في هاد المواسم كنحيوا هاد الشهادة وكنتحابوا وكنسالوا الأرحام ديالنا لأن بغيت نفكركم أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم في هاد الزمان اللي كلشي يسوفخ دو مالادي كرونيك كيسوفخ دو بروبليم فينونسيي قالنا من صغاه اللي بغى يبسط له في رزق ربي يسهل عليه ويبارك له في الرزيق ديالو وينسى له في أتاري يعني المرض لي مالادي كرونيك السكر والطونسيون وهادشي راه دي بروفيسيون تيبيكمون الناس اللي عندهم لي مالادي اللي وصلوا للمرض تاعو تيموتوا كونسيغ ستاد تيرمينال قالوا لهم هنا درتيو لو بوفوار دو باردون يا صفيتي وقبلكم تبغاو قلبكم تبغاو وشحال من واحد كان في ستاد تيرمينال ديال المرض وصفى قلبه وسمح وجاب الله التيسير لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه وهي اللي قالنا ربي في القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل سيدنا في الأرض شكون هما أولئك هم الخاسرون خسروا صحتهم خسروا فلوسهم خسروا كل شيء وحنا ان شاء الله بعاد على هذا الشيء اللهم ارحم ضعفنا امين اللهم ارحم ضعفنا ويسر امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتتنا اجمعين يا ربي الحج فضيله اللهم اغفر لنا ولها ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها مد لها في قبرها مد بصرها جعل القبر ديالها روضا من رياض الجنه سيدي ادريس التلاوي اللهم اغفر لنا ولها ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها جعل قبره روضة من رياض الجنة الموتى ديالنا جميعا اللهم اغفر لنا ولهم آمين. ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم هاد الناس وهاد البنيت الأنبياء وسيدي لطفي اللي استقبلونا فهاد الفجأة وفهاد الغابيديتي وما داروش كاع حتى شي فاصون اللهم جازيهم عنا بكل خير آمين. يا ربي كي جمعتينا مع هاد الناس ومع هاد الذاكرين ومع هاد الناس اللي حضروا معنا اون لايف من غير حول منا ولا قوة ما كانش عندنا هادشي بالحسبان أنا كنت مسافر لرباط صار بقدرين كل هذه الليلة هنا جمعنا حول حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشربة شربة لا نضمأ بعدها أبدا نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا ومن أحببناه في الله ومن أحبنا في الله اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لكل بني منا ما نوى من كان معنا وبه سقم أو مرض اللهم اشف الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي غما ولا هما ولا ألما ومن كان معنا وبه دين اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القانطين ومن كان معنا وقاطع لرحيم اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وزعم في قلوبنا من غل ومن حسد ومن غيره جعلنا ممن يلقونك غدا يوم القيامة بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والدينا يا رب الأحياء اللهم ارزقنا برهم وعنا على خفض جناح الدنيا لهم رزقنا بدرية ضعيفة لا حول لها ولا قوة اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم إنا نعيذهم بك ودريتهم الشيطان الرجيم اللهم احفظهم بما حفظت به الآيات والذكر الحكيم اللهم يا رب أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا أصلح لنا أزواجنا اللواتي والنسكن لنا أصلح لنا دريتنا التي قرة عيوننا أصلح لنا بمصادر رزقنا جعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر انصر اللهم أمير المؤمنين ملك محمد السادس فضو بما حفظت به الآيات والذكر الحاكم فضو في ولي عهد الأمير المؤمنين الحسن في صنف الأمير المرشد احفر يا رب المسلمين أجمعين ببركة إن الله وملائكته سوف يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحت به عقاب وتفرج به كراب وتطاب الحوالي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وفيتم وأبدعتم.